انت تقدري تغيري كل عاداتك السلبية وتحوليها الإيجابية. تقدري تصحي بدري وتبدأي يومك بنشاط وابتسامة ثقة، تلعبي رياضة، تروحي شغلك وانت مفعمة بالحيوية. الخبراء بيقولوا لو عملتي اللي بتحبيه لمدة 21 يوم هتتعودي تعمليه. ما تكسليش وابدأي. تقدري تعملي اللي بتحبيه وتنجحي فيه. كل اللي انت محتاجاه هو الصبر والإصرار على التغيير. انا ما كنتش بعمل اي حاجة من دول قبل سنة، لكن قررت اتغير ودلوقتي ده بقى نظام حياتي. الدور عليكي، انت تقدري.